وجاني راوغ يحط كرة لميسي خطيرة. ميسي سيسجل. مش ممكن يا ولد، مش ممكن يا امبراطور. اشهد له يا بوليه، اكد له يا مارادونا، تحدث عنه يا كرويف، اجبره على اعتراف يا بلاتيني. قل الحقيقة يا زيزو، أليس هو الأفضل؟ أليس هو الأروع؟ أليس هو الأبرع؟ أليس هو رجل التاريخ؟ الله يا ميسي، هذا العملاق الذي قالت عنه الوالدة، التي كتبت عنه والدته وقال إنه مؤدب ويخجل من أشقائه الكبار، ينزل عيوني من أجل أشقائه الكبار احتراما وإكبارا، ونحن نحترمك لهذا، ونكبر فيك هذه الموهبة، ونؤكد لك هذه الهبة. الله على الظروف يا ميسي، نشكرها جميعنا لأننا أنجبت، ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. واحد، اثنين، الثالث، الرابع، رابع كل شعب الباسكو حتى الرابع. مش ممكن يا ليو، مش ممكن يا ميسي.